الندوة وما تفضلتم بشرح منهجيته، وهي منهجية علمية. شيء كان على ما يرى، فجأة جاء الموج من كل مكان. لكن علينا تقليل الأثر بتجنب الظروف والعمل. نسعى جاهدين على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى مراجعة عمل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والهيكلية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، إذ يتعين أن تكون لها نظرة استشرافية واستباقية للمخاطر الطبيعية، وذلك لإرساء ديناميكية جديدة تتناسب مع الطموحات المسطرة.